بالنسبه للكواليتي اشورنس، احنا محتاجين ان احنا نعمل بيرفورمانس تيستنج للاجهزه الالتراساوند عشان نقدر نميز الخصائص بتاعتهم، سواء كان في مثلا سيرتيفيكيشن او سواء في اي حاجه بقى من الحاجات اللي بتتطلب كده. فبيبقى في عندنا حاجه بنسميها التراساوند فانتومز، بيبقى عباره عن حاجه زي بوكس بالشكل ده كده، في ستراكشرز داخليه بحيث ان انا اقدر اصورها واقدر اطلع صوره بتعبر عن الحاجه اللي موجوده فيها، واقدر منها اطلع مجموعه من الخصائص بتاعت الصوره، او ممكن اعمل بيها مجموعه تيست. يعني ممكن اعمل بيها تيست لليونيفورمتي، اشوف الدبث اوف بنتريشن يوصل لغايه كام الماكسيمم، اشوف البيم بروفايل او وات ايفر بقى اللاترال ريسبونس ويث او الحاجات اللي هي بالشكل ده كده، اشوف شكل البيم عموما شكله عامل ازاي. لما اشوف قياسات مثلا فيرتيكال وهوريزونتال اشوف اذا كانت دقيقه ولا لا، اشوف قياسات اعمل قياسات الاكسل واللاترال ريزولوشن، اقيس الاليفيشن ريزولوشن وهكذا. يعني مثلا بالنسبه للريزولوشن مثلا في عندي هنا مجموعه بينز، مجموعه نقط هنا موجوده زي ما احنا شايفين كده، نقط فوق شكلها نقطه، كل ما نزلت تحت بقى شكلها شرطه، شكلها كده بقى اعرض شويه. النقطه دي بيسكلي لو انا قست الطول والعرض بتاعها، الطول بتاعها في اتجاه الدبث وفي الاتجاه العمودي عليه، بقدر اقيس الاكسل ولاترال ريزولوشن. مثلا بيبقى في عندي مثلا حاجه زي كونتراست ريزولوشن، بيبقى عندي هنا مجموعه يعني كرات كده، وكل واحده فيهم فيها انتنسيتي مختلفه، فهنا بشوف اقدر اشوف كام واحده فيهم مثلا. يعني في حاجات كتير الحقيقه، في ستراكشرز كتير الحقيقه، وفي اختبارات يعني ستاندرد يعني بنمشي عليها، بحيث ان احنا نقدر نقيم كل الاختبارات دي ونقدر ان احنا ننفستيجيت اذا كان الجهاز شغال بشكل افكتيف ولا لا.